كما تعلمون هذا الأسبوع ديال إدماج الطالب بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير للسنة الدراسية 2023-2024، وهذه السنة كانت سنة خاصة بنكهة خاصة، بحيث أن طلبة بينوا على واحد الروح وطنية ديال التضامن مع الإخوان ديالنا ومع العائلات ديالنا بمناطق الحوج وتيرودانت. وكيف كتشوفوا ورايا، فالطلبة جمعوا واحد المجموعة ديال المواد وواحد المجموعة ديال الوسائل اللي غتطلق لهاد الناس إن شاء الله، وهما غادي ينطلقوا من بعد قليل باش يمشيو يلتحقوا جميع القافلات اللي عرفتها بلادنا مؤازرة ولمساعدة إخواننا المتضررين بالزلزال اللي ضرب منطقة الحوج ومنطقة تيرودانت. وكما تلاحظون صراحة طلبة كاين واحد النفس واحد الروح وطنية عالية كتبين أن الطالب المغربي طالب له حس كبير، طالب مندمج في محيطه، طالب يعيش أحداث بلده، طالب يحب بلده. وهذا يعني ما هو ماشي خفي على المغاربة، فالمغاربة كيف تنقولوا تمغربيت، هي المعقول، هي محبة البلد، هي محبة الوطن، هي خدمة الوطن. وصراحة وهذه قافلة أولى، وإن شاء الله غيكونوا قافلات من بعد، لحقاش عندنا واحد مجموعة ديال الوعود من دول سواء من المغرب أو من دول أجنبية، واحد مجموعة ديال المواد بشكل آخر اللي فيها دي طونت، فيها دي كوفرتور، فيها واحد مجموعة الوسائل، فيها أدوية اللي هي إن شاء الله غادي نوجهوها في القريب العاجل لهذه المناطق لمساعده ولمواكبه الاخوان ديالنا في المناطق المتضرره. اليوم كما كتشوفوا معنا كنقوموا بتحميل البضائع اللي قدرنا نجمعوهم الحمد لله في اقل من 3 ايام، وهادشي كامل بالفضل ديال المحسنين، ديال الطلاب، سواء الطلاب القدام سواء يلاه دخلوا، كلشي جا وتعاون معنا، كاع لي كلوب ديال المؤسسه الحمد لله كلشي عاوننا، المدير حتى هو، الاساتذه، الحمد لله. حنا غادي نحاولوا نتحركوا اليوم ان شاء الله، غادي نمشيو للنواحي ديال تارودانت اكادير، غادي نحطوا لهم هذه البضاعه، والله يكون الله يكون في العون ديالو. حنا اليوم كنتواجدوا في انطلاق ديال القافله الانسانيه اللي عقداتها المؤسسه ديالنا، واللي قدرنا كنشوفوا ان رغم تعدد الانديه الكثيره الموجوده داخل المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير، كنا توحدنا تحت لواء المؤسسه وتحت لواء الوطن جندا مجندين باش نخدموا الناس ضحايا الزلزال. ومن هذا المنبر كنحاول نشكر اداره المؤسسه اللي فتحت لنا المجال اننا نقدروا نقوموا بهذه العمليه كاملين موحدين. كنلقاو طلبه اجانب، كنلقاو طلبه مغاربه، كل شيء جند مجند لخدمه الوطن الحبيب اللي هو المغرب. وان شاء الله حنايا هذه المشي هذه غادي نكتشفوا غير الاحتياجات ديال الناس. حنا مشينا باللوازم الاحتياجات الاولى، ولكن غادي نمشيو نكتشفوا الباقي، نحدوا الاحتياجات ديالهم باش نعاودوا قافله ثانيه وثالثه ورابعه، لان دائما المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير الانديه اللي فيها مشهورين انهم كيقوموا بعديد من القافلات الانسانيه، دائما كيلبيو الحاجه، وفين ما كيكون كتكون الحاجه كتلقى الطلبه ديال المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير كيلبيوها.